بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وأنتم بخير. مبارك لكم حلول عيد الأضحى المبارك. والله يعود عليكم صحة وعافية. ودام الله هذه الفرحة علينا جميعا ونحن سالمين غانمين. نحن حاليا نتابع سير كافة المهام والإجراءات الصحية لضمان صحة وسلامة المجتمع. نقدم كافة الدعم التي تحتاجه الأطقم الطبية في مختلف المستشفيات. نحن نفتخر بهذه المسؤولية الوطنية وندعو المجتمع للالتزام بالإجراءات الاحترازية. ونود التأكيد على أننا موجودين في مقر المركز على مدار الساعة، فصحتكم وسلامتكم من أهم أولوياتنا. هنا في مستشفى محمد بن زايد التخصصي نحرص دائما على صحة مصابي كوفيد-19 ونسأل الله العافية لجميع مرضانا. نذكركم بأهمية التزامكم بالإجراءات الوقائية، فلتحرصوا على سلامتكم وسلامة أحبائكم. يشرفنا أن نؤدي واجبنا الوطني لضمان صحة وسلامة مجتمعنا، ونود أن نوجه رسالة للجميع أن متابعتنا مستمرة، ومسؤوليتكم المجتمعية هي أساس تجاوزنا لهذه المرحلة والوصول إلى التعافي. فريق عمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث متواجد وعلى مدار الساعة. حماية مجتمع دولة الإمارات واجب وطني علينا. لا نرجو منكم سوى المحافظة على أنفسكم. احتفلوا بأمان لسلامتكم، سلامة كل من يعز عليكم. دمتم بصحة وعافية.